وطبعا لسه كلامنا مستمر عن مستقبل البحث العلمي واولويات وتعظيم مخرجات البحث العلمي. دلوقتي طبعا معانا الدكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير. يا اهلا بحضرتك. واحنا بنتكلم عن دعم الدوله لهذا الملف المهم وهو طبعا البحث العلمي، عايزين نعرف ايه اللي قامت بيه جامعاتنا المصريه الحكوميه على مدار السنوات اللي فاتت في دعم وتطوير هذا الملف. طيب صباح الخير على حضرتك وعلى مشاهدينك وعلى ضيفك الكريم الدكتور احمد جمعه. انا سامع كلام الدكتور احمد جمعه كلام محترم وكلام موزون جدا جدا، وفي الصميم زي ما احنا بنقول، في زي كنا بنتكلم على مجال البحث العلمي وفي رغبه لتطوير البحث العلمي في مصر والاستفاده منه. الجامعات الحكوميه يا فندم مش بعيده عن البحث العلمي الهادف المحترم، بدليل ان الجامعات المصريه الحمد لله البحث العلمي اللي هو الناتج الاساسي بتاعه اللي هو البحوث التطبيقيه او البحوث العلميه ماشيه في اتجاه كويس جدا في الفتره اللي فاتت. يمكن ده باين قوي ان في كثير من الجامعات المصريه ظهرت في التصنيف العالمي، وكمان بتظهر اكثر في التصنيفات المرتبطه بالسبجكت او العلوم التخصصيه، اذا كان طب او صيدله او زراعه او علوم اساسيه او علوم انسانيه الى اخره. البحث العلمي في مصر استكمال لكلام الدكتور احمد بيه، البحث العلمي بخير، لكن هو زي ما حضرتك كنت بتقول في سؤال في منتهى الاهميه، الباحثين المصريين لما بيطلعوا بره بيبقوا متميزين جدا وبيبقوا اون تراك على طول، لهم فتره بسيطه قوي اشتغلوا في المعمل وبيدوروا مع الترس الموجود في الدول اللي هم بيدرسوا فيها. ده ان دل على شيء فيدل على ان الباحث المصري متاسس كويس جدا في مرحله البكالوريوس ومرحله الدكتوراه. وكلنا سافرنا بره وخدنا دكتوراه من بره وما كانش عندنا اي سيره اي مشاكل خالص متعلقه بانك تبقى انجيج وماشي مع الترس اللي بيدور داخل المؤسسه البحثيه اللي انت بتدرس فيها دكتوراه او بتعمل فيها دكتوراه في بعض الدكتوراه. ده عشان بس اطمن حضرتك، اذا كنا احنا بنتكلم على البحث العلمي من منظور يعني نود اصلاحه او تطويره او تحسينه او الاستفاده منه او تعظيم الاستفاده منه اذا كنا ايه. طب يا فندم اعذرني للمقاطعه، لكن واحنا يعني خلينا نستغل فرصه ان حضرتك معانا، لو هنتكلم على جامعه قناه السويس على سبيل المثال، الباحثين زي ما كنا بنتكلم انه لازم يتم توفير دعم مادي ومعنوي وتقني ليهم، يعني زي بمنتهى البساطه كده نخلي مخهم يعني مهيئ تماما ومش مشغول بحاجه غير البحث العلمي ومشروعه وابتكاره اللي هو بيشتغل عليه بشكل عام. ايه اللي حصل في النقطه دي تحديدا حتى الان؟ طيب ده سؤال كويس قوي، واللي هيتقال على جامعه قناه السويس هينسحب على كل الجامعات. اذا كنا بنتكلم على بحث علمي جيد فده الدوله بتتحمل جزء منه فقط وليست كل المسؤوليه. لان البحث العلمي في كل الحالات زي ما كان الدكتور احمد بيتكلم من اول الفكره ثم البحث العلمي ثم اذا كان في تطوير وتطبيق واستثمار بعد كده، احنا بنتكلم على منظومه متكامله. مفيش دوله في العالم بتتحمل مسؤوليه البحث العلمي والتنميه بمفرد. عندنا في الشركات وقطاع الصناعه القطاع الزراعي القطاع التجاري المؤسسات الاستثماريه كلها لازم تبقى انجيجد وبتشتغل معانا وبتمد ايديها، لانها هي اللي هتستفيد الاول والاخير من مثل هذه البحوث والاستثمار في البحث العلمي. جامعه قناه السويس على سبيل المثال، يعني احنا عندنا شغالين كويس قوي مع المحافظه في جميع القطاعات سواء القطاع الاستثماري او الصناعي او المنطقه الصناعيه، بنروح لهم وهم بيجوا لنا عارفين مشاكلهم كويس، بنشتغل معاهم. عندكم مشكله ايه؟ عندنا مشكله معالجه ماء الصرف الصحي وازاي ندورها ونعملها بالتايتل مثلا على سبيل المثال، عندنا مشاكل متعلقه بالنسيج الصبغات الحاجات دي كلها، فده احنا بنشتغل عليه. المتبقي فقط عشان بس ما يبقاش في نوع من اللف والدوران هو مساهمات القطاعات مثل هذه القطاعات في البحث العلمي والتمويل. ما فيش دولة في العالم يا فندم البحوث التطبيقية أو البراءات الاختراعات أو إلى نواتج البحث العلمي ما بتستثمرش استثمار جيد للجامعات ويبقى لها دخل جيد، بحيث إن الجامعة ترفع إيديها من المطالبات الملحة والكثيرة جدا للدولة. أنا دارس في الخارج والدكتور أحمد جمعة أكيد دارس في الخارج، ومعظم باحثين الحمد لله متخرجين من مدارس كويسة. أنا كنت شغال في معمل في الصين سنة 2000، المعمل ليه سبونسر، ليه راعي بيصرف على المعمل وبيصرف على كل الباحثين اللي في المعمل سالري مرتبات وبيدينا المؤتمرات بتاعتنا، مقابل ده انه عنده مشكله كلنا كل المعمل شغال على مشكله واحده. تخيلي 40 50 باحث بيشتغلوا على مشكله واحده،
كل واحد بياخدها من منظور لغايه لما نلاقي الحل نبدا نديه نطبقه. ده عايز تحسين، دكتور احمد كان بيقول نبدا نشتغل على التحسين والتطوير وبعدين نطبق في ارض الواقع ونستثمره. كل الجامعات المصريه بمناسبه حالتها متقاربه. لابد من تغيير المفهوم المصري للبحث العلمي. البحث العلمي مش مسؤوليه جامعات ولا مراكز بحثيه، تغيير المفهوم عند مين يا فندم؟ ولكن مسؤوليه مجتمعية متكاملة لقطاعات الدولة بالكامل، مش على فكرة مش قطاعات الدولة اللي هي الحكومية، لا القطاع الخاص أكثرهم، كل دول العالم القطاع الخاص هو المستثمر الأكبر، وزي ما الدكتور أحمد كان بيقول الـ R&D كل الشركات في العالم لها نسبة والبنوك بالمناسبة والقطاع والمجتمع المدني، لأن كله هيستفاد من البحث العلمي، مفيش حد ما استفادش من البحث العلمي، لازم كله يساهم بقدر مفهوم معروف ويبقى في نسبه من مساهمات هذه الشركات والارباح بتاعتها بتخش في تطوير البحث العلمي في المراكز البحثيه او في الجامعات سواء جامعات حكوميه او جامعات خاصه. طيب دكتور ناصر، حضرتك دلوقتي اجملت المشكلات وقلت ان هذه المشكلات اللي بتواجه الباحثين ده مشكلات معممه في كل الجامعات. عشان نوصل صوتنا للحوار الوطني عملنا ايه؟ طيب هو احنا طبعا احنا اشتركنا في معظم رؤساء الجامعات اشتركوا في الندوات الاولى للحوار الوطني، لكن الندوات التخصصيه احنا ما حدش فينا دعانا وتاخرنا، لكن اكيد في لسه الحوارات ممتد لفتره طويله، فاعتقد صحيح هيدعونا في الحاجات المتعلقه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء المراكز البحثيه ورؤساء الجامعات سواء حكوميه او اهليه او خاصه. دي احنا متاكدين منها لان احنا ابلغنا مثل هذه الاجتماعات، فاكيد هنشترك فيها وهنوضح لهم الرؤيه يا فندم، لان فعلا انا بقول لحضرتك من العالم كله شغال على كده. ولو جبت حد ضيف ثاني كريم غير الدكتور احمد هيقول لك نفس الكلام، لان العالم كله شغال كده، ما فيش دوله بتصرف بمفرطه على البحث العلمي. ميزانيات الدول حتى لو كانت اعتى الدول لا تتحمل ميزانيات البحث العلمي، البحث العلمي محتاج اجهزه ومعدات، واحنا عندنا الانسترومنتيشن او الاجهزه العلميه في كل يوم في تطور. طبعا النقطة المهمة جدا اللي كان الدكتور احمد بيقولها اللي هي الداتا بيز الخاصة بالاجهزة والمعدات، وطمنك يا دكتور احمد ان احنا حاليا عندنا في وزارة التعليم العالي عندنا المعمل المركزي موجود عليه داتا بيز، جميع الاجهزة فوق 100,000 جنيه موجودة على الـ على الـ على البنك بتاع الاجهزة، تقدر تخش عليها وتشوف الحالة بتاعتها اذا كانت شغالة ولا لا، وتكلفة الكوست بتاعت الران او التجربة الواحدة او التقرير الواحد اللي كنت عايز تشتغل عليه وموجود فين وتحيته ودرجه صيانته، فدي متاحه حاليا الحمد لله احنا شغالين فيها، بالاضافه طبعا لبنك المعرفه اللي هو عامل خدمات جيده جدا للباحثين. فايد. طيب يا فندم، من كام شهر كان في حدث مهم في جامعه قناه السويس عنوانه النسخه العشرة من مؤتمر الباحثين بالجامعه. سؤال حضرتك برجوع مرة تانية للحوار الوطني، من خلال هذا الحدث يا فندم إيه المشكلات اللي وضعتم إيديكم عليها مع شباب الباحثين اللي من المفترض أنها تكون على أولويات توصيات حضراتكم أو مقترحات أو أطروحات حضراتكم للحوار الوطني؟ احنا فعلا كنا من فترة بسيطة كان عندنا مؤتمر التميز البحثي أو المرتبط بالبحث العلمي لأعضاء التدريس والجونيورز بتوع الجامعة اللي هو الباحثين الشباب أو شباب الباحثين، اللي كان فيه توصيات كويسة خاصة مرتبطة معظمها بالتمويل وربط البحث العلمي بالقطاعات الصناعية والخدمية والتجارية وإلى آخره. كان أهم حاجة لابد من إن احنا نبحث عن مصادر تمويليه، دي العقبه الاساسيه في البحث. النقطه الثانيه ودي لازم يعني ما نغطش الطرف عنها يا فندم، اللي هي المرتبطه بالتنسيق الكامل في البحث العلمي، لان احنا جزء يعني مش عايزين يعني نتجمل، جزء كبير من البحث العلمي في مصر مرتبط بالترقيه، بالبحوث المرتبطه بعمليه الترقيه من درجات مدرس الى استاذ مساعد ثم استاذ او من باحث لباحث مشارك او باحث اول في المراكز البحثيه. هذا النمط من البحوث الدوله ما بتستفادش منه كتير، لانه غالبا بيبقى مرتبط ان انا عايز اترقى، لكن البحوث اللي الدوله ممكن تشتغل عليها كويس والبحث العلمي الجيد اللي هيسهم بشكل جيد في تطوير وتنميه وتطوير المجتمع المصري هي البحوث التكامليه المرتبطه بقطاعات مختلفه. يعني لازم مثلا جامعه قناه السويس مع جامعه ثانيه جامعه السويس او بورسعيد الى اخره او الجامعات القريبه منها زي تشتغل على موضوع كبير جدا جدا بكل تشعباته
وتبدا تبقى هي المسؤوله عنه، جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه حلوان مثلا تشتغل على في قطاع معين. طبعا مش ده مش هيبقى حكر عليها والناس ما حدش تخش هذا المجال، لكن تكراريه البحوث المرتبطه بالترقيه، والدكتور احمد جمعه عارف انا قصدي ايه، بتدي نوع من الريبليكيشن او التكرار الممل في البحث العلمي. ولما تيجي نلوم بعض الزملاء في الترقيات يقول لك ما هو انا الامكانيات المتاحه عندي مش بالقدر الكافي، او انا مرتبط بالخمس سنين عشان الترقيه، وان كان حاليا في مفهوم في الوزاره احنا بدانا عندنا اللي هو الفاست تراك، اللي هو الفاست تراك اللي هو المسار السريع للباحثين المتميزين، وده نهج حميد للوزاره عاملاه لشباب الباحثين المتميزين اللي بينشروا في مجلات علميه. يعني عندنا باحثين مصريين يا فندم بينشروا في دوريات ومجلات عالميه يا فندم. احنا عندنا يعني ابسط مثال يا فندم هقول لحضرتك، السنه اللي فاتت واحنا بنصرف مكافآت التميز البحثي لشباب الباحثين واعضاء التدريس من جامعه قناه السويس، انا صارت مبلغ معين لا داعي لذكره ل 450 بحث علمي من كيو 1 لكيو 4 كويس، اللي هي التقسيمه المشهوره بتاعه المجلات العلميه رفيعه المستوى. طيب او محكمه دوليه المعترف بها عالميا. طيب السنه دي لغايه الان انا متقدم عندي فاتت 450، السنه دي 800 حاجه و50 بحث متقدمين عشان ياخدوا مكافئات التميز البحثي الجامعه بتصرف لهم كنوع من المساهمه في في تكاليف البحث وزي سبسيدي كده او اعانه للاساتذه عشان تشجيعهم على البحث العلمي. اذا الجامعات المصريه لا تدخل ابدا وشغاله وفيها شغل كويس جيد جدا بمناسبه في جميع المجلات العلميه من اول نيتشر والساينس والايكولوجي مرورا بالمجلات اللي هي نقدر نقول اللي هي بتيجي في النطاق الاوسط في الامباكت فاكتور او المعامل التاثير اللي احنا بنقيم به الباحثين. عندنا باحثين كويسين جدا في الجامعات المصريه كلها مش جامعه قنصل بس، عندنا موست سايتد ريسيرشر في جامعه قنصل بقى له اكثر من 10 سنين، عندنا معظم الباحثين خاصه الجيل الوسط وجيل الشباب، لان الجيل القديم كان بينشر بحث علمي متميز في مجلات عالميه بس كانت شهره الاي اف الى اخره ما كانتش موجوده، لكن حاليا معظم الباحثين دلوقتي بيدور على المجلات العلميه المحكمه دوليا والمعترف بها عشان تسهل الامور في عمليه التحكيم، وبالمناسبه وعشان يلاقي له بوزيشن كويس او ياخد تمويل من وزاره الاتش بي اف او الاكاديميه البحث العلمي في وزاره التعليم العالي او من وزاره التجاره او الصناعه الى اخره. عظيم، كل الشكر ليك يا فندم دكتور ناصر مندور رئيس جامعه قناه السويس، شكرا جزيلا لحضرتك.